السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم الثلاث الموافق 14 إبريل 2020 من الميلاد. شوفوا بقى تحبوا تعملوا إيه عشان الوضع بيزداد صعوبة. ورغم ان انا من انصار التفاؤل ومن انصار الروح المعنوية العالية، لكن التفاؤل الحذر، زي كده جملة اللي بيسموها التفائل المشوب بالحذر. مش عارف مشوب دي جابوها منين، يعني المشوب ده اللي هو اكيد وتصدق عمري ما بصيت في المعجم، بس واضح انها المغطى او المشمول بالحذر. يعني ليه بقول لحضراتكم كده؟ لانه حالة الاستهانة اللي عند قطاع كبير من المصريين حاجة ترعب ترعب، مش تخوف بس ترعب. نتفائل ويبقى عندنا روح وحماس وإيمان بالله أولا وأخيرا، بس ده ملوش علاقة ان احنا نبقى مستبيعين، ملوش علاقة ان احنا نبقى مكبرين دماغنا إلى هذا الحد. والمشاهد اللي انا بشوفها سواء نهارا أو ليلا، نهارا او ليلا، الحقيقة تقول ان احنا في رحلة يا ست الكل، في رحلة، لا في قلق ولا في اجراءات وقاية ولا تباعد اجتماعي ولا وباء ولا جائحة ولا كورونا ولا ناس بتموت ولا اي حاجة خالص، رحلة يا ست الكل. وانا مش عارف اخرة الرحلة دي. وبعدين بيني وبينكو يعني هقول لكم حاجة مش عارفها، يعني هتنفع، انا عمري ما شفت حكومة تبقى خايفة على الناس أكتر من الناس. عمري ما شفت حكومة تبقى خايفة على الناس والناس هم اللي مش خايفين على نفسهم. دي جديدة لانج. يعني أنا عارف إن الشعب المصري بيأتينا بكل جديد، وزمن المعجزات والعجائب لا يظهر إلا في المصريين، بس مش للدرجة دي. زمان كان يعني سبحان الله كان الناس بتنتقد وبتهاجم الحكومات بتاعتنا انها ما بتاخدش الاجراءات الكافيه لحمايتهم، وكان الكلام على لسان الناس طول الوقت، الحكومه بايعانا، الحكومه مش واخده بالنا من الحكومه، احنا مش فارقين معاهم، الحكومه عايز تخلص مننا عشان تقلل العدد، والكلام كتير اللي كان بيتقال زمان. سبحان مغير الاحوال، النهارده الحكومه تبقى واخده اجراءات اكتر كمان من اللازم عشان تخاف على الناس وتحمي الناس، والناس هي اللي بايعه نفسها وهي اللي بتفكر ازاي تتحايل على الاجراءات عشان تكسر الحظر او تعمل تلاصق اجتماعي بالنهار مش تباعد اجتماعي. فهموها لي. هل انتوا عندكم معلومة مش عندنا؟ يعني بالنسبة للمستهترين والمكبرين والكده دول، لو عندكم معلومة او مظبطين مع كورونا قولولنا، وحياة كتاب اللي انا ما بهزر، ما انا يعني كيف قلق، كيف رعب، كيف خنق على نفسي وعلى مراتي وعلى بناتي وقفل على نفسي ومش عارف ايه، مش اكيد مش كيف ومش مبسوط بالوضع المنيل ده، بس ادي الله ودي حكمته وخايف على نفسي. فلو انتوا بهذه الاريحية كده والسبهللة واللي انتوا فيه ده عندكم معلومة مش عندنا، شير بقى في الخير، شير في الخير، شير المعلومة دي عشان نطمن كلنا، فانزل البس الشورت بتاعي وانزل ابلبط معاكم. لكن بالمنظر ده يبقى قلة هي اللي ملتزمة وخايفة وبتعمل التباعد والتعقيم والكلور وكل حاجة، وكثرة رحلة لا مش هينفع. وبعدين المصيبة ان الكثرة الاغلبية اللي مستبيعة بتبوظ حتى شغل الملتزمين، دول هيقعدوا دول لان فيهم اب وفيهم اخ وفيهم جار وفيهم زميل وفيهم وفيهم وفيهم. فلو انتوا عندكم معلومة مظبطين مع كورونا قال لكم حاجة، عندكم حاجة من الكنترول من منظمة الصحة العالمية، يعني لو في حاجة قولوا لنا ويبقى الفايدة تعم، يبقى كتر خيركم والله ابشركم، عشان يمكن الناس اللي ما بتقلقش يمكن الموت يبقى ليهم عبرة. النهاردة التقرير بتاع وزارة الصحة صدر منذ قليل، 160 كمان فضلوا 160 حالة إصابة جديدة، 160 حالة إصابة جديدة النهاردة بس، و14 حالة وفاة النهاردة بس. وأدي الأرقام بتاعة التقرير اليومي اللي لسه صادر طازة هو من وزارة الصحة، 160 حالة جديدة و14 حالة وفاة جديدة النهاردة بس،
كده اجمالي عدد المصابين في مصر 2350 2350، وعدد الوفيات اللي ماتت من ساعة ما كورونا دخلت مصر 178 حالة وفاة. يعني النهاردة اعلى معدل اصابة. النهاردة هو اعملوه هو في الكيرف، الناس اللي بتعمل الكيرف والاحصاء والبيانات، النهاردة هو 14 ابريل اعلى معدل اصابة كشفته مصر. ما اعتقدش ان احنا عدينا على الرقم 160 ده قبل كده، متهيألي ده اكبر رقم من ساعة دخل الكورونا. حالة حالتين 15، وبعدين بقالنا اسبوع في الرينج بتاع المية، 100 110 120، ينزل 80 يطلع 100 120. النهاردة اكبر رقم 160. باللي انتوا بتعملوه 160 ده هنخش في مضاعفاتها، واحنا ماشيين في مضاعفاتها بقى ربنا يستر. والنهاردة عدد وفيات كبير، مش اكبر واحد كان فيه يوم 15 اعتقد او 17، لكن النهاردة برضو عدد كبير 14 حالة وفاة، ده مش قليل. يعني معناها 14 اسرة النهاردة في ميتم، يعني 14 اسرة النهاردة فقدت غالي او عزيز لديها بسبب فيروس كورونا. ومع ذلك الناس في اللي على رأي المسلسل بتاع دنيا بتاع رمضان اللي قبل اللي قبل اللي فات، في اللالا لاند، في اللالا لاند انتوا كنتوا طبخين ايه؟ الاكل ايه؟ كان كامباني اللي انتوا عاملينه ده كله كامباني. طبعا محدش هيفهم الافيه غير اللي شاف المسلسل يعني. كانت لهم كان الاكل ايه؟ قالت له كامباني. فهنفضل بقى في حاله البانيه دي لامتى؟ انا عايز اخلص. انا كسيبكم بقى اعلامي واعلام ومذيع وبرنامج وتوك شو على جنب، انا كتامر بني ادم مواطن مصري عايز اخلص. بس عشان اخلص لازم انتوا اللي تخلصونا، لازم انتوا تساعدوني في ان احنا نلتزم شويه عشان نخلص. ما نفسكوش رمضان يخش علينا واحنا عايشين حياتنا. انا كده هخاطب جواكوا مشاعر الليالي الحلميه، مشاعر الشهد والدموع كده، الحاجات اللي بتزغزغ دي وتدغدغ المشاعر. نفسكوش كده ليله رمضان تيجي فننزل نسهر طول الليل في الشارع، والعيال تنزل تركب بالفوانيس وتعلق الزينه ووحوي يا وحوي ايوحة، الكلام اللي انا مش فاهمه ده. نفسكوش الحاجات دي ترجع؟ ده كلام كمان 10 ايام مفروض رمضان فلكيا على يوم 24 ابريل، يعني كمان 10 ايام بالظبط، النهارده 14. فكان نفسي على يوم يجي رمضان كده العيال تنزل مش عارف ايه، وما قايد الرحمن تترص، والجوامع تتملي بالمصلين في التراويح، والناس تتزاور وتتغدى وتفطر مع بعض وتسحر مع بعض زي ما كان بيحصل كل سنة، الحاجات الحلوة دي. عايز اقول لحضراتكم ان كل اللي انا قلته ده بقى، معلش بقى صحيكم من الكابوس ده، فيش تراويح، مفيش موائد رحمن، مفيش تجمعات وفطرات وهزارات ومش عارف ايه. هيبقى الحال على ما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء لايه بقى؟ لمنظمة الصحة العالمية، مش للقضاء، على المتضرر اللجوء لمنظمة الصحة العالمية عشان تقول لنا هيطلعوا لنا دواء امتى؟ هيعتمدوا دواء امتى؟ بنسمع كلام كتير، وانا بقول لكم الكلام اللي فيه الزتونة يعني الناهية. هنفضل في الموال ده لحد ما يطلع دواء. الفيروس ده ابني 60 في 70 وبيجي باللزق وباللمس وبتاع مش عارف ايه، فهيفضل منتشر، وال160 دول اكيد خلطوا ناس فهيطلع لهم بكره ناس وبتاع. هنفضل في الموال ده احنا ودول العالم، طالما مش عارفين نعمل اللي عملته الصين. الصين الدوله الوحيده اللي نجح شعبها، مش نجحت حكومتها، نجح شعبها في عمل عزل اجتماعي وتباعد اجتماعي زي الكتاب ما بيقول، مع انهم سبحان الله اكتر شعوب الارض كثافة في السكان، 1.8 مليار، يعني قدنا 18 ضعف، احنا 100 مليون هم 1.8 مليار، قدنا 18 مرة، ومع ذلك نجحوا في شهر ان محدش يلمس حد، نجحوا في اسبوعين ثلاثة ان هم يقعدوا في البيت بجد، فبقوا دلوقتي من اقل الدول اللي فيها حالات اصابة، رغم ان هم المنتجين بتوع الفيروس، لكن خافوا على نفسهم والتزموا وكان عندهم تحمل مسؤولية بجد فخفوا
بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يكتب الشفاء والعافية لكل الناس. يتبقى بقى الشعوب اللي مكبرة دماغها زينا كده. والحقيقة امبارح شفت مش عارف فين في برنامج كده من البرامج كان عامل مراسل ونزل في الشارع يسأل الناس. والحقيقة انا عايز البرنامج ده او التقرير ده يا ريتني ما شفته، لانه رفع ضغطي بطريقة بشعة. والمراسلة كانت بتهزر مع الناس والناس بتهزر، فبتقول له مش عارف كورونا، فالراجل يقول لها كورونا مين ده، احنا المصريين. ايه يا عم احنا المصريين دي معناها ايه بس؟ عشان والنبي انا المرارة عندي هي واحدة وراحت، فما عنديش حاجة تانية تستحمل. ايه احنا المصريين دي يعني ايه؟ والتاني يقول لها لا ما هو بص بقى كورونا ولا مش كورونا وبتاع، ده بالصلاة على النبي اللي بناكله ده فيه انيل من كورونا. والناس عمالة تهزر ومستخفية في الشوارع استخفاف. سمج الحقيقة سمج. والتاني في التقرير بتسأله مراسلة مش عارف ايه، طب انت مش امن من كورونا مش لابس كمامة ليه؟ قال لها اصل انا معيش فلوس اجيب كمامة، الكمامة غالية. والبي ماسك في ايده ايه؟ سيجارة. يعني معاه فلوس يجيب علبة سجاير عشان يدمر صحته، ومعهوش فلوس يجيب كمامة عشان يحافظ على صحته. شفتوا حلويات كده؟ شفتوا مكسرات كده زي بتاعت المصريين؟ انا مش عارف اقول ايه، انا معلش يعني تعبان 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 والله يا عم الحاج، لانه السلوكيات دي هتودينا في داهية، هتودينا في داهية، واخرتها مش عايزة ابقى يعني جاحد لو قلت لكم. انت ليه ترمي نفسك في الاخر على السرير في المستشفى، انت او اللي انت بتحبهم؟ ليه نهايتنا تبقى على سرير في المستشفى وما نلاقيش سرير في المستشفى لما الاعداد تزيد؟ فما نلاقيش سرير في المستشفى وما نلاقيش ادويه وما نلاقيش قمامات واقنعه ليه؟ يعني ليه نصل للمرحله دي لما ربنا الحمد لله لحد دلوقتي ساترها معانا، واحنا اللي مش عاجبنا الستر ده ورايحين لكورونا برجلينا، كلنا لابسين وحاطين برفان كده ومتأنقين ونازلين نروح نقابل موعد مع الكورونا. وبعدين بقى طبعا من غير ما يعني اتخيل، انا متأكد من المهازل اللي هتحصل الاسبوع الجاي. مهازل. هتقولوا لي اشمعنى؟ هقول لكم الله، ده شم النسيم كل سنة وانتم طيبين، ده احنا جايين على شم النسيم. ناس دلوقتي بتحجز وناس بتتجمع وبتتفق علشان مش عارف هيروحوا يقضوا اليوم فين، سواء بقى اللي عنده شاليه في السخنة ولا اللي عنده فيلا في الساحل ولا اللي عنده كشك في راس البر ولا اللي عنده مش عارف ايه، ولا الغلابة اللي بيقولك بقى احنا هنتجمع وطالعين على حديقة الفسطاط وحديقة الازهر وحديقة الحيوان وحديقة مش عارف ايه والبتاع اللي في الحديقة الدولية اللي في كله حاجز مكانه من دلوقتي. وطبعا بقى انا مش هكلمكم عن الفسيخ لانه يعني خلاص الموضوع، يعني انا بقالي 14 سنة بكلمكم كل سنة في شم النسيم عن الفسيخ وما فيش فايدة، فخلاص بقى انتوا حرار. بس هو الحقيقة يعني فسيخ وكورونا في نفس الوقت تمشي ازاي دي؟ يعني فسيخ وكورونا، يبقى في كورونا وكمان تاكلوا فسيخ؟ طب ما تقطع شرايينكم اسهل وخلاص وننتحر، والله كل واحد يجيب مسدس ويضرب نفسه بالنار اسهل. يبقى في كورونا وكمان فسيخ وبصل وملوحه وبتاع، بقول لك اقطع شرايينك اسهل، يعني الطريق الى الاخره سهل. كورونا مع فسيخ مبروك مبروك، انت عديت كده. فانا مش عارف الحقيقه ازاي الناس تتردع وتترجع وتفهم ان الله حق وتعرف ان شم النسيم معلش يغور السنه دي ونشمه السنه الجايه ان شاء الله. ده اذا كان الصلاه موقوفه. الصلاه يا عباد الله، الصلاه مش الصلاه طبعا في البيوت بتاع الصلاه ما حدش يقدر يوقفها، انا قصدي الصلاه في الجوامع جماعه يعني موقوفه عشان الوباء. فنبقى مش عارفين نروح مسجد او مش عارفين نروح كنيسه ونروح جناين ونلم نفسنا وناكل فسيخ وناكل مش عارف ايه ونخرج ونعمل رحلات، شيء في منتهى الصعوبه الحقيقه. والجمعه اللي فاتت انا ببلغ اهو، الجمعه اللي فاتت كميه الناس كمان اللي خرجوا وقضوا ايام سواء في السواحل ولا في الشواطئ ولا في الجناين كتير. انا عن نفسي انا نفسي الحقيقه الجمعه يتعمل حظر تجوال كامل. انا شخصيا انا مش عارف الحقيقه الناس بتنزل تعمل الجمعه، ما احنا بنقول النزول الضروره القصوى
وضرورة قصوى ده اللي في رأيي انه شغل. اللي عنده شغل في مصنع ولا في شركة ولا بتاع ينزل، عشان عايزين البلد تشتغل والانتاج يزيد. الجمعة المولات قافلة والمطاعم قافلة الا الدليفري اللي هو توصيل الطلبات للمنازل. بتنزل تعمل ايه الجمعة؟ قول لي سبب. صلاة الجمعة طبعا قلنا في البيت. قول لي بتنزل الجمعة تعمل ايه غير ان انت تتفسح؟ فلو علي انا الحظر يبقى كل يوم ايام الشغل بالليل، والجمعة الحظر طول اليوم، واللي عايز حاجة يطلبها دليفري في البيت. ده رأيي انا، مش عارف الحكومة رأيها ايه، بس انا رأيي الحقيقة ان الجمعة الاختلاط والنزول والتلاصق الاجتماعي اللي بيحصل كتير، وما تقدرش تلوم الناس يقول لك طب ما فيش حظر انا نازل، فينزل ويلم جيرانه ويلم اصحابه ويقول لك ازور خالتي بقالي شويه، وامي في الحته الفلانيه ما شفتهاش، وجوز خالتي مش عارف ايه، ويلموا بعضهم وشكرا. وشم النسيم ربنا يستر على اللي هيحصل فيه. ربنا يستر وشم النسيم اللي جاي ده ما يبقاش اسبوع الكورونا اللي هنعمله. حلقاتك برجلاتك يا كورونا، وهيبقى انتشار لكورونا ما حصلش. الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك تامر بيه وعلى هنا في محافظات مصر كلها يا فندم. ازاي حضرتك؟ ان شاء الله اكون بخير. الله يخليك يا فندم، تسلم يا فندم. دكتور انا مش عارف الحقيقة، مش عارف اقول لك ايه ولا انا الحكومة تعمل ايه، بس يعني قول لي بتفكروا ازاي في فكرة الشواطئ والمتنزهات العامة والحدائق والاماكن اللي ممكن الناس تتجمع فيها، سواء في الويك اند زي ما بيحصل، او بقى واحنا مقبلين على موسم التجمعات الكبرى اللي هو شم النسيم. خليني اقول لحضرتك يا فندم فيما يتعلق ب مع الوزير اللي هو محمود شعراوي، تواصل مع السادة المحافظين واكد على اولا المحافظات الساحلية غلقا تاما للشواطئ، غلقا تاما للشواطئ والمتنزهات العامة، سواء كانت كمان مدن ساحلية أو كمان المتنزهات العامة في جميع محافظات الجمهورية فهي مغلقة. طب ثانية واحدة، ثانية واحدة يا دكتور، دكتور ثانية واحدة عشان نبقى بنفصل بس. أنت الأول غلق تام، دي تعليمات الوزير لكل المحافظين، غلق تام لكل الشواطئ. تمام يا فندم. طيب الشواطئ العامة، تمام. الشواطئ العامة المحافظين طبعا مسيطرين عليها، الشواطئ التابعة للقرى الساحلية. الو، ايوه يا دكتور سامعني؟ الو يا دكتور. ايوه يا فندم معاك. سامعني؟ سامعك دلوقتي يا فندم. حضرتك كنت بتقول ايه قبل كده؟ بقول لحضرتك الشواطئ العامة اللي في المحافظات الساحلية المحافظين مسيطرين عليها وهيشرفوا على اغلاقها، مظبوط؟ والنوادي، واكد على كمان والنوادي والمتنزهات العامه. لا، قبل النوادي والمتنزهات العامه، الشواطئ اللي في القرى الساحليه اللي على الساحل الشمالي وفي السخنه دي بقى يا فندم برضو مغلقه. ايوه. ولو ان هناك اي تجمع فهو مسؤوليه اداره القريه، وبالتالي المسؤولية هتبقى على انا بركز عاطق. هنا لان هي دي الشواطئ اللي بتبقى مكتظة، سواء بقى انا بقول اهو اللي هي مارينا وهاسيندا ومراسي وتلال ومش عارف ايه، كل اللي في السخ اللي في الساحل، والناحية التانية بقى العين بي ومش عارف ايه، كل اللي في السخنة. يا فندم احنا يعني احنا في 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 لان في بعض الناس يا دكتور قال لك انا عندي بيت هناك في القرية فبراحتي، محدش يقدر يتحكم فيا، انزل بقى واجمع اهلي وانزل على البحر. ما هو يعني هو كل واحد حر في بيته فعلا، مفيش مشكله، انما لو احنا تجمعنا يبقى ده مسؤوليه في شط، يبقى ده مسؤوليه اداره القريه. لازم يا دكتور المحافظ المسؤول يبلغ تعليماته من دلوقتي لكل ادارات القرى السياحيه اللي موجوده في السخنه وفي راس البر وفي الساحل الشمالي، انه لابد من غلق الشاطئ حتى قدام ملاك الوحدات. اللي عايز يقعد في بيته في الوحده في الساحل هو حر، لكن النزول للشاطئ جريمه، وساعتها يعاقب الاداره ومن نزل. هناك بعض الاماكن يا فندم بالفعل جالها حجوزات لبعض الفنادق، وتم حذف هذه الحجوزات وتم غلق هذه الشواطئ. تمام. انا يعني ارجو بس ان يبقى كل القرى الساحليه السياحيه اللي موجوده في الساحل وفي السخنه يتم التنبيه عليهم، وان يبقى في عقوبة شديدة على ادارة القرية اللي ما تلتزمش وتفتح بحرها.
بالظبط يا فندم. تمام. فيما يتعلق بقى بالمساحات الخضراء والحدائق العامة والمتنزهات وما إلى ذلك، برضو نفس الشيء يا فندم، هي مغلقة، وبنأكد على إن يعني أهلنا في محافظات مصر يعني يوم شم النسيم يعني نرجوهم إن هم يحافظوا على نفسهم ومن أي تجمعات، وخاصة العشر أيام الجايين دولت، لأن من الأهمية بمكان إن احنا نحافظ على نفسنا من أي اختلاط، نظرا ل يعني احتواء الفيروس، وما يبقاش الأمور ماشية في اتجاه غير مؤتمن لا قدر الله. تمام، شكرا جزيلا دكتور خالد، وأتمنى التجديد الصارم الصارم من وزارة التنمية المحلية لكل السادة المحافظين، وخصوصا المحافظين بتوع المدن الساحلية. أرجوكم 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 ما فيهاش تهاون المناظر، أرجوكم 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 ما فيهاش تهاون المناظر اللي بنشوفها، مناظر صعبة. أنا بقول لكم الجمعة والسبت اللي فاتوا، أنا بس ما بحبش أنشر صور لأن فيها ناس، ويبقى اسمنا كده يعني بسيح للناس دي، لكن لا. وبعدين بقى في غباوة يقول لك أنا بقعد على البحر، هو مش المية البحر مالحة يبقى هتقتل الفيروس ده؟ على أساس إن أنت مكمل حياتك جوه في البحر يعني مش هتطلع، وتقوم طالع بقى قاعد على الشمسية والكرسي اللي قاعد فيها مش عارف إيه، وهتلمس حاجة حد لمسها وأنتوا قاعدين جنب بعض، وبعد يعني فين العقل يا جماعة؟ فين العقل؟ يقول لك أنت عايز تخنقنا؟ أيوه عايز أخنقكم لأن كلنا مخنوقين. ما هي مش ابتلاء، مش وباء يساوي خنقة لفترة. لا، أمال إحنا بندعي ليه؟ اللهم اكشف الغمة، اللهم ارفع البلاء، عشان احنا مبسوطين بيه متكيفين يعني؟ عجبنا شويه بلاء زياده النهارده؟ اكيد متضايقين ومخنوقين وطلعان عنا، بس ادي الله ودي حكمته نستحمله الى ان يرفع الله الابتلاء. لحد ما ده يحصل هنتخنق ونتحبس ونيجي على نفسنا ونقيد حريتنا، هي كده. انتوا بقى التزامكم يخلي الخنقه قليله والفسحة إن شاء الله تيجي قريب. عدم الالتزام واللي انتوا ناويين تعملوه من مصايب ومؤامرات بتعدوها من دلوقتي لشم النسيم وما إلى ذلك، وأنا ببلغ اهو كمان يوم الجمعة اللي فاتت في بعض الناس طلعوا وعملوا صلاة جمعة جماعة على أسطح منازلهم. قال لك بقى إيه؟ الداخلية منع المساجد، ولو جمعنا في الشارع هيشوفونا، لكن الداخلية مش هتشوفنا فوق السطوح. طب الداخلية مش هتشوفك فوق السطوح، لكن ربنا شايفك. هتقول لي ما انا كده برضي ربنا، هقول لك لا، مش بترضي ربنا. لما بتخالف وتعرض نفسك واللي حواليك اللي بيصلوا معاك للخطورة، يبقى انت كده بتغضب ربنا، لان ربنا قال لك لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. والدين الاسلامي بتاعنا قال لنا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ما اسهل حاجه نروح ونكسرين الحواجز بتاعه داخلين ورايحين نعمل عمره، احنا رايحين لربنا. ربنا ما قالش كده، ربنا قال اعقلها وتوكل واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وبالمناسبه اهل الذكر هنا الدكتور، أهل الذكر هم الدكاترة اللي المفتيين والشيوخ والفقهاء والعلماء بتوع الدين بيسألوهم قبل ما يفتونا، فسألوهم قالوا التجمع دلوقتي مضر بصحة الإنسان، فالمفتيين قالوا لا صلاة جماعة، صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، زي ما بتسمعوا الأذان في كل وقت. فأنا أرجوكم أرجوكم يا سادة يا كرام، اتقوا الله في أنفسكم وفي أحبائكم وفينا، التزموا قدر الإمكان، خصوصا أن ربنا موفر لنا سبل راحة وترفيه وتسلية كثيرة في البيوت، انترنت وده الشاتس، ايه ده الناس عمالة تعمل الأعاجيب على الشاتس مش عارف ينفع اقول الكلام ده، لا ال مش عارف كده يعني، بقى منتشر وبقى غالي بقى كمان على النت،
بقى غالي. وكان زمان قالت لك بقيت له اشحن لي ب 50 جنيه، دلوقتي تقول له اشحن لي ب 500 جنيه. ما هو عيني محظور وقاعد لابس مع المدام والاولاد فما بيشوفش حاجه. فالحاجات دي بتزيد، ودي برضو لازم ناخد بالنا منها، ولازم ناخد بالنا من شبابنا اولادنا بيخشوا على النت يعملوا ايه وبصوا على ايه ومش عارف ايه. المهم يعني، فانا قصدي وسائل الترفيه والمتعه والراحه كثيره، وقمه البطوله اللي انا بطلبها منك ان تكون متكاسلا ما انتخا في البيت. في احلى من كده؟ بطل قومي، بطل قومي تخدم نفسك وتخدم بلدك ان انت تنتخ على الاريكه، على راي عصام الشوالي كده قال لك مش عارف ايه يا ابو تريكه ورايح لك على الاريكه. او انا بقول لك ريح لك على الاريكه، ام الاريكه دي واقعد على الاريكه دي، وخلص الاريكه دي واقعد على السرير، ولما تسع من السرير اقعد على الارض، ولما تقعد من الارض اقعد في البلكونه، ولف لفه كبيره كده، ومنها رياضه ومنها صحه ومنها تجول، تعرف بيتكم اللي انت بتقعدش فيه ده عامل ازاي. اعمل اللي انت عاوز تعمله، بس ارجوكم 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 التزموا، لانه اللي احنا فيه في منتهى 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 الخطوره. الاعداد بتاعت النهارده بتقول ان القصه ما خلصتش، القصه بتزيد. 160 حاله اصابه جديده و14 حاله وفاه. لو سمحتوا، لو سمحتوا، ممكن رجاء رجاء. طيب في عندنا انه عشان في بعض الناس بعتين بيستفسروا على اطلاق النار اللي في حصل في منطقه الاماريه فين. وزارة الداخلية بتبلغ انه تم تبادل اطلاق النار بين قوات مكافحة الارهاب بوزارة الداخلية ومجموعة ارهابية، وان الشرطة بتحذر المواطنين من الاقتراب من النوافذ والابواب والاحتماء. في قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين دلوقتي في حالة تبادل لاطلاق نار ومداهمة من قوات مكافحة الإرهاب وزارة الداخلية لأحد الأوكار الإرهابية اللي موجودة في منطقة الأميرية، وبالتالي تهيب وزارة الداخلية المواطنين بالتزام الحذر وعدم الاقتراب من الأبواب والنوافذ والاحتماء داخل البيوت حتى تستطيع قوات مكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية السيطرة على الموقف. مرة تانية اهالينا في الأميرية ارجوكم، اللي سامعين دلوقتي ضرب النار ارجوكم محدش يقرب، احنا مش ينفع نتفرج، كل واحد يخش يتدارق ورا ساتر اسمنتي. اسمنتي يعني ايه؟ يعني يبقى قاعد ورا حيطة. الناس اللي في منطقة ضرب النار اهالينا في الأميرية دلوقتي ارجوكم محدش يسمع صوت ضرب النار فيطلع البلكونة ويطلع الشبابيك يتفرج، لا قدر الله ممكن عيار ناري طائش من هنا ولا من هنا يجي فيك. فارجوك خد ساتر اسمنتي، ساتر اسمنتي يعني تقعد ورا حيطه، ابعد عن البلكونه وابعد عن الشبابيك. وزاره الداخليه وابطالنا من قوات مكافحه الارهاب دلوقتي بيتصدوا وبيشتبكوا مع الارهابيين اللي موجودين هناك، وان شاء الله هيجهزوا عليهم ويسيطروا عليهم سريعا، بس لحد ما ده يحصل مش عايزين حد يتصاب ولا يتجرح بعد اذنكم. فلا داعي للتجمهر ولا داعي للفرجة ولا داعي للخروج الى النوافذ والبلكونات والشرفات. ابقوا داخل البيوت امنين لحد ما وزارة الداخلية تسيطر على هذه الخلية الارهابية ومجموعة الارهابيين اللي بيطلقوا النار على الداخلية دلوقتي. مرة تانية هو يجري اشتباك الآن وتبادل إطلاق نار ما بين قوات مكافحة الشغب بوزارة الداخلية وما بين مجموعة من الإرهابيين المختبئين في منطقة الأميرية. رجاء 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 كل القاطنين في منطقة الأميرية حتى لو سمعوا ضرب نار أو دوشة أو كذا ما يطلعوش البلكونات ولا الشبابيك يتفرجوا، يختبئوا ويحتموا وراء الجدران الأسمنتية لحد ما وزارة الداخلية تعلن انها سيطرت على الوضع وقبضت على كل الارهابيين وانه يمكنكم الخروج الى الشرفات مرة اخرى. لكن لحد ما ده يحصل اختبئوا واستتروا
واحتموا وراء حوائط أسمنتية عشان ما فيش رصاص طائش يجي في حضراتكم لو سمحتم. وزارة الداخلية مسيطرة على الموقف وإن شاء الله هتجهز على المجموعة الإرهابية في أسرع وقت ممكن. خلوا بالكم من نفسكم يا سكان الأميرية. والله أنا ما عارف هنلاقيها منين ولا منين. والله أنا ما عارف هنلاقيها منين ولا منين. يعني كورونا والخنقة اللي احنا فيها وكمان الإرهابيين اللي ما عندهمش دم. إلهي ربنا يولعهم بجاز. إن شاء الله أبطالنا من وزارة الداخلية يستطيعوا إن هم يجهزوا عليهم ويخلصوا عليهم ويسيطروا على الموقف بسرعة. وخلوا بالكم من نفسكم أرجوكم سواء سكاننا في الأميرية أو يا شعب مصر كله خلوا بالكم خلوا بالكم. ما تعرفش الخطر جاي لك منين. ربنا يسلم. ربنا هو الستار. ربنا هو المعافي. رجعنا تاني بعد الفاصل وللمرة التالتة بنحذر حضراتكم تحذير مهم. اهالينا واخواتنا اللي ساكنين في منطقة الاميرية. منطقة الاميرية دي اللي موجودة في القاهرة بالقرب منطقة عين شمس. ارجوكم ارجوكم توخوا اقصى درجات الحذر. خلوا بالكوا عشان في اشتباك واطلاق نار متبادل ما بين قوات مكافحة الارهاب بوزارة الداخلية ما بين مجموعة من الإرهابيين اللي موجودين في المنطقة. والموضوع مطول. لو خدتوا بالكوا احنا زعنا نحرككم من شوية الفيديو ده من العصر. كانت الشمس لسه طالعة والدنيا لسه منورة. الفيديو اللي قبل ده على طول كانت الدنيا لسه منورة. والحد دلوقتي وانا بكلم حضراتكم هم الساعة داخلة على الساعة 9 مساء والاشتباك متواصل. وواضح انه الإرهابيين مختبئين ومتحصنين في بعض الأماكن في حي الأميرية. عشان كده تواصل اشتباك. اهو الفيديو القديم اهو. الفيديو ده من العصر النهاردة من تقريبا من الساعة 4:30 5. كانت الدنيا لسه منورة والسماء لسه منورة. وتبادل اطلاق النار مستمر حتى الان. يعني داخلين دلوقتي في 4 ساعات تقريبا من تبادل اطلاق النار ما بين قوات مكافحة الارهاب ومجموعة من الارهابيين في حي الاميرية. عشان خاطري كل اهالينا لان انا عارف في ناس بتحب لما تسمع ضرب النار وبتاع تطلع تتفرج وتصور وتمسك الموبايلات والفيديوهات وبتاع. ارجوكم حياتكم اهم. حياتك اهم من تصوير فيديو ولا فرجة على ضرب نار. الاب والام يشوفوا ولادهم فين. المفروض دلوقتي في حظر فلازم كلنا في البيوت. يشوفوا ولادهم فين ويتلموا مع بعض في اوضة بعيد عن اي شباك او اي بلكونة. يستخبوا في اي اوضه ورا حيطه بعيد عن اي شباك او بلكونه علشان الرصاص المتناثر يمين وشمال ما يصيبش حد بشكل عشوائي. ارجوكم خلوا بالكم لحد ما وزاره الداخليه هي اللي تعلن في مكبرات الصوت انه القصه انتهت وانه تم السيطره على الارهابيين كلهم وانه الدنيا امان فنستطيع ان احنا نخرج في البلكونات والنوافذ تاني. رجاء 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 لو سمحتوا. الموضوع خطير وما يستاهلش ما يستحملش اي نوع من انواع المجازفة يعني. طيب احنا هنتابع معاكو اللي بيحصل. وزارة الداخلية لسه مستمرة في ارسال البيانات وارسال التحذيرات لاهالينا في الاميرية بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من
البلكونات والشبابيك والنوافذ لحد ما يتم السيطرة على الموقف تماما وتعلن أن الأمور أصبحت في أمان. ربنا يعافينا وربنا يخلصنا من الإرهابيين وربنا ينصر أبطالنا من وزارة الداخلية ورجال الشرطة. والحقيقة كمان أنا مش عارف الحقيقة هيلاقوها منين ولا منين رجال الشرطة. فاكرين لما قلت لكم الأسبوع اللي فات، سبحان الله، طبعا أنا مش بقرأ الغيب بس اللي بيشوف الواقع لازم يبقى عنده هذه القراءة. أنا الأسبوع اللي فات قلت لكم اوعوا تفهموا إن وزارة الداخلية بقى في أجازة اليومين دول وكل شغلها إنها موقفة الضباط والأمناء على الكمائن والحواجز عشان حظر التجوال بالليل ويقول لك وقفوا وارجعوا. ده الجزء البسيط من شغلهم. الجزء المهم والأساسي وهو حفظ الأمن العام وحفظ حياة الناس، أهو حضراتكم شايفين في وسط الحظر وكذا وكذا قوات مكافحة الإرهاب بتشتغل ومعرضة حياتها للخطر. في اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها دي أبطالنا من قوات مكافحة الإرهاب حاطين أرواحهم على أيديهم وبيخلصونا من الإرهابيين اللي بيستهدفوا متى. وإحنا خايفين، ادعوا لهم، ادعوا لهم بالتوفيق وادعوا لهم بالنجاة، ادعوا لهم بالتوفيق وادعوا لهم بالنجاة. دول الأبطال الحقيقيين اللي يستحقوا المساندة والدعم والتأييد. ربنا ينصرهم ويحافظ عليهم ويرجعهم لبيوتهم سالمين بعد أن ينجزوا المهمة ويخلصونا من هؤلاء الإرهابيين القتلة. لو في جديد حبلغ حضراتكم وإحنا ماشيين بشكل مستمر. بس الكلام اللي أنا كنت بقوله ده ينسحب على فكرة الأبطال الحقيقيين. فاكرين أنا من حوالي 3 أسابيع أطلقت هنا مبادرة اسمها مبادرة ترتيب الأولويات أو إعادة ترتيب الأولويات. وقت ما احنا خلاص، طب الحمد لله الحمد لله، وزارة الداخلية أعلنت حالا، أهو زملائي بلغوني في السماعة وكاتبين قدام حضراتكم أنه الحمد لله تم التمكن من إلقاء القبض والقضاء على كل العناصر الإرهابية، والآن في اللحظة دي تم وقف إطلاق النار. هل بيسألوا لنا برضه وزارة الداخلية هل خلاص تماما والاهالي تخرج البلكونات ولا لسه يتوخوا الحذر؟ انا برضه عشان الكلام يبقى محدد، الحمد لله انه تم السيطرة على الموقف والقضاء على كل العناصر الارهابية والان تم وقف اطلاق النار. السؤال خلاص تماما ويطلعوا الشبابيك، لان الناس انا عارف ان الفضول دلوقتي بياكلهم، كله نفسه يجري على الشباك او على البلكونة، يطلعوا ولا برضو لسه يتوقعوا الحذر عشان يبقى رسالة واضحة وصحيحة وما نغامرش بحياة حد. قلت لحضراتكم انه مبادرتنا هنا في اخر النهار مع تامر امين كانت اعادة ترتيب الاولويات. يعني ايه اعادة ترتيب الاولويات؟ يعني الناس اللي مهمة بجد لازم تاخد مكانها في الصدارة، لانه في الازمان اللي كان فيها فوضى وهلتبيسة كان الناس اللي ملهاش لازمة هي اللي على القمة، والناس المهمة اللي بتخدمنا وبتخاطر بحياتها وبتعمل حاجة قيمة جدا في حياتنا في القاع، للأسف في القاع. وقلت لكم انه واحدة من النعم والدروس اللي ربنا بعتها لنا في زمن وباء الكورونا ان احنا عرفنا قيمة الناس. مين دلوقتي بيسأل على مغني ولا مطرب ولا رقاصة ولا ولا ولا؟ مع كامل الاحترام للجميع، الكل دلوقتي بيسأل على أبطالنا في الجيش وأبطالنا في الشرطة وأبطالنا من الدكاترة وأبطالنا من العلماء اللي قاعدين بيوصلوا الليل بالنهار والباحثين عشان يطلعوا لنا دواء ولا مصل ولا لقاح يقينا من شر هذه الكورونا. هم دول الأبطال اللي بجد، هم دول الأولويات اللي بجد. ويا رب دعواتي القلبية المخلصة إنه بعد انتهاء هذه الغمة وبعد إزالة الوباء وترجع حياتنا ما ترجعش الاولويات لعادتها القديمه، ريما ترجع لعادتها القديمه. لازم دول يفضلوا في الاولويه ولازم يقدروا ماديا ويقدروا معنويا ويقدروا مجتمعيا ويقدروا اعلاميا. الطبيب والجندي والشرطي والعالم والباحث، الناس دي اللي شغلانتها مهمة بجد. يعني انا بقول لكم هنا الاعلامي مش مهم، اي حاجة تانية مع كامل احترامي مهمين، بس في ترتيب اهمية
الاهم في المهم، الاهم هم الخمسه اللي انا قلتها لكم دول. دول لازم يبقوا ملء السمع والبصر، وهم دول اللي يبقوا النخبه، وهم دول اللي يبقوا الصفوه. ما تبقاش نخبتنا النخبه اللي كانت عايشه مصدعانا 10 15 20 سنه فاتوا، وللاسف هم اللي ودونا للوضع اللي احنا بنحاول نعالجه دلوقتي. النخبه بتاعت المجتمع، الصفوه بتاعت المجتمع، هم الناس المهمين للمجتمع اللي بيحافظوا على امن المجتمع، واللي كمان بيعملوا ايه؟ اللي بيخدموا المجتمع بالعلم، العلم والعمل. عشان كده انا بكلم حضراتكم عن الطبيب، وانا امبارح زعت لحضراتكم الفيديو المؤسف بتاع الدكتورة سونيا اللي اهلها في قرية من قرى الدقهلية رفضوا ان هم يدفنوها هناك، شبرا البهوة اعتقد. وقلت لكم لا، مش ده التصرف اللي يتعمل مع الدكاترة. ده الدكاترة دول لازم يتحطوا على العين والراس. وانا الحقيقة من امبارح بفكر ازاي نعطي لهؤلاء الاطباء حقهم. اطباء ده يشمل ممرض وتبرجي وعامل، كل اللي بيشتغلوا في المنظومة الصحية، كل اللي بيشتغل في المنظومة الصحية. وقعدت افكر من امبارح للنهاردة، طب دول يتقدروا ازاي؟ دول نقول لهم شكرا ازاي؟ دول نقول لهم احنا مقدرين اللي انتوا بتعملوه والتضحيات اللي انتوا بتعملوها وسهركم وتعبكم ازاي؟ في بعض المواقع وبعض الجهات عملت بعض المبادرات، منها المبادرة اللي اطلقها اليوم السابع الاسبوع اللي فات، وانا نوهت عنها وامتدحتها كثيرا. وفي بعض رجال الاعمال كمان اللي ساهموا بمجموعة من التخفيضات لسلعهم لو اشتراها الاطباء، وفي حاجات تمام. بس الحقيقة انا نفسي كمان يتعمل حاجة تخلد تضحيات الاطباء اللي بيعملوها في زمن الكورونا ده الى الابد. وتخيلوا، قعدت امبارح مع صديقي رئيس التحرير عادل، وقعدت قلت له هو في غنى، في اغنيه، ازاي كنت عايز ازيه اغنيه عن الطب، اغنيه بتتكلم عن الطبيب، اغنيه بتتكلم عن كده. دورنا وما لقيناش. تصدقوا كل هذا التاريخ من العمل الغنائي في مصر ومفيش اغنيه واحده اتعملت علشان تشكر او توصف او توضح الدور المهم اللي بيقوم بيه دكتور ولا تمرجي ولا ممرض ولا ممرضه ولا دكتوره في حياتنا. اغاني اتعملت عن حاجات كتير قوي، طبعا في اغاني كتير اتعملت عن الجيش، في اغاني كتير اتعملت عن الشرطه وهم يستحقوا، بس كمان ولا اغنيه. قعدت اقلب في اليوتيوب وفي المكتبه وفي كله، قعدنا نفكر، ولا حاجه، ولا حد كذب كوبليه يوحد ربنا عن الاطباء او الطب او التمريض او الصحه او ملائكه الرحمه او او او. فالحقيقه فكرت ان احنا نطلق الفكره من هنا، من برنامجي تامر امين، برنامجي اخر النهار مع تامر امين، ان احنا انا هتواصل مع الاستاذ الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وهتواصل مع مجموعه من اصدقائي سواء الملحنين او الشعراء او المغنيين من النهارده، وهبلغ النتيجه حضراتكم بكره او بعده، ان احنا نعمل اغنيه او ما يشبه الاوبريت. تحيه وتقدير مننا كلنا نيابه عن الشعب المصري كله الى ملائكه الرحمه، جنود الجيش الابيض اللي بيخدمونا واللي مش محتاجين حاجه بس غير كلمه شكرا. احنا في ظهركم وشايفينكم ومقدرين المجهود اللي انتوا بتبذلوه والتضحيات اللي انتوا بتبذلوها عشان تحموا حياتنا وتحاولوا تخففوا المرضى من ألمهم. هتواصل مع الأستاذ هاني شاكر وكمان مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لأن أنا عارف إن هو في الحاجات دي ما بيتأخرش، بل بالعكس بيبقى مقدام وأول الناس اللي بتتطوع. وهنشوف مين من الشعراء والكتاب اللي يكتب لنا كلمتين، ومين من الفنانين اللي تطوعا يحب يغني علشان يعني نعمل هذا الأوبريت أو هذه الأغنية. وإن شاء الله إن شاء الله هذا الأوبريت أو هذه الأغنية تخرج للنور قريبا جدا جدا جدا، وتبقى بالشكل اللائق اللي يبقى لفتة وتحية ومبادرة مننا جميعا للأطباء والدكاترة، وتفضل خالدة حاجة كده زي أغنية تسلم الأيادي اللي اتعملت، وزي أغنية بشرة خير أم نادي على الصعيدي، وزي أغنية وكذا وكذا، أغاني كتير من اللي اتعملت في المناسبات المهمة اللي فضلة عايشة معانا لحد النهاردة. متهيألي وانتم بتهيألي توافقيني الرأي انه الاطباء والدكاترة
يستحقوا جدا 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 التحية دي والمبادرة دي. وانا اعتقد ان زملائي الفنانين والمطربين مش هيتأخروا لحظة عن ان هم يقدموا موهبتهم لتحية الاطباء. تعالوا ايه اللي حصل؟ خلاص الوزارة الداخلية بتبلغ حضراتكم في بيان رسمي انه تم وقف اطلاق النار بشكل نهائي وتم السيطرة من قبل قوات مكافحة الارهاب في وزارة الداخلية على الموقف، وقضوا على كل العناصر الارهابية اللي كانت مشتركة في اطلاق النار. وللأسف الشديد حصل استشهاد لأحد الضباط جراء هذا التبادل لإطلاق النار رحمة الله عليه، ونحسبهم عند الله من الشهداء. وعشان كده قلت لكم هم دول الناس الأبطال اللي بجد، هم دول الناس المهمة اللي بجد، هم دول اللي لازم يتصدروا العناوين والأغلفة بجد. كلنا بنعمل حاجات نعتقد إنها مهمة، لكن ما تجيش واحد على مليار من اللي بيعملوا الناس اللي بتضحي بحياتهم دول زي الضباط والجنود اللي في الجبهة الأمامية واللي بيواجهوا الخطر واللي بيكافحوا الإرهاب واللي بيضحوا بحياتهم. وآخر شخص، آخر بطل من قوافل الشهداء هذا المقدم اللي استشهد منذ قليل جراء اشتباك في إطلاق النار ما بينه وما بين الإرهابيين رحمة الله عليه. وكل الصبر والمواساة والدعم لأسرته، ولا تحزنوا ولا تلتاعوا، هو دلوقتي في مواكب الشهداء تزف الملائكة إلى موقعه في الجنة مع الصديقين والنبيين والشهداء. طيب أنا أعتقد أن عندنا تقرير. في أخبار تانية عاجلة؟ في خبر تاني عاجل؟ خلاص مفيش؟ طيب خلاص الخبر خلاص احنا قلناه عن استشهاد المقدم من الامن الوطني في تبادل اطلاق النار مع الارهابيين. كل العزاء لاسرته وكل الرحمه والمغفره ليه، وهو دلوقتي في مكانه في الجنه مع الشهداء. وعلى المستوى الميداني الحمد لله وزاره الداخليه اعلنت انها سيطرت على الموقف وقضت على كل الارهابيين. سيب حضراتكم مع هذا التقرير اللي اعدناه في اخر النهار عن البلطو الابيض. ليه الدكتور بيلبس بلطو ابيض؟ في ظل أزمة كورونا الخانقة يبدو الأمل لإفاقة العالم من غيبوبته بين أيدي الأطباء والممرضين الذين يدين لهم الجميع في هذه الأوقات بشكل خاص بالفضل، حتى أطلق عليهم في بعض الدول مصطلح الجيش الأبيض. وقد يكون الشيء الأكثر رمزية في مجال الطب المعطف الأبيض، فهل سألت نفسك يوما لماذا يرتدي الأطباء البلطو الأبيض، وما السر وراء إضافة الألوان الأخرى كالأزرق والأخضر داخل غرف العمليات؟ ربما تتفاجأ بأنه حتى أواخر القرن 19 لم يكن الأطباء يرتدون ملابس بيضاء، بل في الواقع كانت سوداء، وكان اللون الأسود يثير القلق والاكتئاب في نفوس كثيرين لا سيما المرضى وذويهم، نظرا إلى أنه مرتبط بالموت في معظم الأحيان. لكن كانت هناك علة من استخدام اللون الأسود، هي إخفاء الأوساخ التي تعلق بملابس الأطباء، حيث أن هذا اللون أقدر من غيره على هذه المهمة. فاللون الأبيض دليل على النظافة ويمكن مراقبته جيدا إذا أصيب باتساخ، لذلك يستخدم في المتابعة اليومية داخل العيادات والمستشفيات، إلا أنه لا يستخدم داخل غرف العمليات نظرا لامتصاصه الضوء، ما قد يتسبب في إصابة العينين بالإجهاد والصداع. أما اللونين الأخضر والأزرق فيساعد على راحة العين وتجديد نشاط رؤية الطبيب بعد النظر للون الدم فترات طويلة حتى لا يصاب بتبلد الإحساس، فالنظر للون الأحمر فترات طويلة يجعل العين غير قادرة على تمييز لون الجسم من الدم، لذلك فمن المفيد جدا النظر للون الأخضر بين الحين والآخر. فلا يوجد تأكيد بنسبة 100% متى ارتدى الأطباء الرداء الأبيض للمرة الأولى أو من قام بتصميمه وإدخاله إلى هذا المجال، لكن من الواضح أن هذا اللون بات مرادفا ورمزا للطب، حيث يطغى الأبيض على ما سواه. إسراء سعد، آخر النهار.
اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل واحنا بنتكلم عن رجالتنا من الجيش الابيض والابطال الحقيقيون من الدكاتره والممرضين والمساعدين والتمرجيه وما الى ذلك. زملائي دلوقتي في الاعداد قالوا لي يمكن الغنى قليل شويه او يمكن تقريبا نادر اذا كان في اغنيه اتكلمت عن الدكاتره والطب، بس الفن خصوصا الفن القديم شويه، الفن الابيض واسود، السينما تحديدا جابت مشاهد كتير مثلت في التضحيات والفداء والعظمه اللي بيقدموها الدكاتره والممرضين وما الى ذلك. فاحنا جمعنا لحضراتكم بعض المشاهد وتقرير عن كيف صورت السينما المصريه ملائكه الرحمه. في ظل ما يقوم به الجيش الأبيض من الأطباء من مجهودات في الوقت الراهن للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ليقدموا جهداً وبلاءً حسناً، برزت شخصية الطبيب في السينما المصرية على مر العقود من خلال عدد من الأعمال الفنية التي جسدها الكثير من الفنانين الذين اشتهروا بأداء متميز لأدوار الطبيب على فترات زمنية متفاوتة. قولي بقى لما بتطلعوا رحلة مع بعضيكم هي بتطلع معاكم؟ علاقة ده باللي هي فيه دلوقتي. بتركب بس. مين اللي بتركب الباص؟ انت تركب الباص يا كتكوتة، انت تركب الباص يا بتبوتة. ماما حلوة. انا ثانية واحدة وهطردك لو سمحت، الدكاترة كتير ارجوك طمني ان انا توترت. انا معلش انا اسف انا مقدر توترك، بس ماما حلوة. انا عارف ان ماما حلوة، قول لي بس فيها ايه؟ هتبقى حلوة. وتنوعت نماذج الطبيب سواء الرجل او المرأة من حيث التناول وتسليط الضوء عليه بشكل جيد ووقور، او كنموذج كوميدي من خلال الطبيب النفسي او من جانب انساني. وتسليط الضوء أيضا على العبارات الشهيرة التي تناولتها السينما من خلال الأطباء، مثل عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. وفي فترة الخمسينيات أظهر فيلم موعد مع الحياة دور الطبيب والذي جسده الفنان الكبير حسين رياض من خلال شخصية الدكتور علي والد أمال. وعن تجربة زراعة القلب لأول مرة والتي ناقشها فيلم الحبيب المجهول، جسد خلالها الفنان حسين صدقي شخصية الطبيب والذي يقرر الزواج من ليلى ليتمكن من إجراء الجراحة لها ونقل صمام قلب سليم آخر واستبداله لينجح في إجراء العملية بعد محاولة مستميتة للوصول إلى إقناعها بذلك ليقينه من نجاحها، وليضرب مثلا مهما في إبراز أهمية دور الطبيب. وبابتسامته الهادئة والتي طالما اشتهر بها من خلال أدواره الكثيرة، جسد الفنان عبد العظيم كامل شخصية الطبيب من خلال عدة أعمال من بينها حبيبة غيري وعدو المرأة، المراهقة الصغيرة والمجانين في نعيم والشموع السوداء. وعلى جانب آخر قدمت السينما دور الطبيب بشكل كوميدي من خلال عدد من الأعمال من بينها ما جسده الفنان رشدي أباظة كطبيب أسنان في نص ساعة جواز. اتفضل يا دكتور، ده زودها قوي الحاجات دي، ما تحصلش في عيادتي، فاهم؟ كما لم تنصف السينما الطبيب النفسي حيث صدرت صورة نمطية عنه بشكل كوميدي من خلال طرح قضايا المرض النفسي والتي كان أشهرها دكتور خشبة والذي جسده الفنان عبد المنعم مدبولي. أنا مش قصير أزعة، أنا طويل وهبل. أنا مش قصير أزعة، أنا طويل وهبل. كمان أنا مش قصير أزعة، أنا طويل وهبل. شفت؟ طولت 5 سنت دلوقتي. بالنسبة للوقت الراهن ففيلم الفيل الأزرق هو آخر الأعمال التي تناولت الطبيب النفسي وقام به كريم عبد العزيز، فما زال الطبيب له احترامه في السينما وكانت أبرز المهن التي تم تجسيدها. فهناك أيضا تقديم ومناقشة للأوبئة في السينما في أعمال من ضمنها صراع الأبطال وتناول مرض الكوليرا، الطبيب الذي يكتشف الوباء وسط ظروف اجتماعية قاسية وهو مأخوذ عن نص أجنبي، وكذلك فيلم المتمردون والذي يصاب الطبيب فيه بعدوى الدرن. إسراء سعد، آخر النهار. طيب خلونا نروح لفكرة مختلفة وهي فكرة الخير، وعلى قد ما تقدر الخير، وعلى قد ما تقدر هو ده الوقت المناسب لفعل الخير، وعلى قد ما ربنا منحك من نعمة أيا كانت النعمة دي، سواء بالمجهود أو بالفلوس أو بالميزة النسبية اللي انت شغال بيها أو تمتلكها، اعرف ان غيرك في أحوج الاحتياج إليها. عشان كده أنا قلت وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، اللي
ليها علاقة بتسابقه إلى عمل الخيرات، لأن هو ده زمن عمل الخيرات واللي الثواب فيه أعظم وأجره بيبقى. وخلوني أبدأ مع حضراتكم هذه الرحلة السريعة في التنافس والتسابق على عمل الخير بمكالمة جاتني النهاردة من الأستاذ أحمد بهنس اللي هيكون معنا على التليفون دلوقتي، وهو مدير العلاقات العامة بشركة إيجيبت جولد ذهب مصر، وبشرني النهاردة الصبح إنه الشركة على استعداد إنها تقوم بتبرع ما علشان تساعد وزارة الصحة والمستشفيات على استكمال النواقص من الأجهزة والمستلزمات الطبية. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء النور يا أستاذ سامر. إزاي حضرتك؟ إن شاء الله أكون بخير الحمد لله. بس لو تسمح لي الأول كامل دعم إيجيبت جولد قواتنا سواء قوات الشرطة اللي حصل النهاردة، وبالتبعية طبعا كل أفراد الأمن في الوطن ما فيهم قوات المسلحة. طبعا كلنا قلبنا وروحنا ومع أبطالنا اللي بيدافعوا عن حياتنا سواء أمنيا أو صحيا. أستاذ أحمد، حضرتك كلمتني النهاردة وقلت لي أن أنتوا في الشركة قررتوا أن أنتوا تعملوا حملة تبرعات عينية بمجموعة من الأجهزة، فأريد حضرتك تشرح بالضبط للسادة المشاهدين هتقدموا إيه. طيب خليني بس أبدأ أن مع الأزمة، أزمة كورونا، شركة إيجيبت جولد شافت أن على العمالة اللي متواجدة في شركة إيجيبت جولد هم حوالي 3000 عامل، إحنا مش هنقرب ليهم نهائيا ومع تخفيض العمالة دون المساس بوجرهم. ده رقم واحد. طبعا. رقم اثنين، بعد كده احنا اطلقنا مبادرة اسمها ايد على ايد تهون، ايد على ايد تساعد. المبادرة دي بتهدف لدعم العمالة غير المنتظمة في المجال كله. ده رقم واحد. رقم اثنين، في شركة ايجيبت جولد سواء الدعم كان اجازات للي مش هيقدر انه يجي الشغل او الحاجات العينية الطعام وما شابه، وزعنا الاف الكراتين. تمام. الحاجة الثالثة، احنا الحمد لله متوفر عندنا دلوقتي اجهزه تنفس صناعي وادوات اكسجين. أيوة. واحنا بنتبرع لحضرتك في برنامجك الكريم بثلاث اجهزه. ممتاز. بنطلب ان حضرتك هتيجي، كاميرا حضرتك تيجي تاخد الثلاث اجهزه، والمكان اللي يتراءى ليكم ان هو اكثر احتياجا. تمام. تفضلوا من ثلاث اجهزه. ممتاز، انا بشكرك شكرا، مع ان انا شفت اجهزه اكتر شويه في الصوره، بس مش انا هكتفي بثلاثه دلوقتي يا استاذ احمد. اللي حضرتك عايزه. لا حبيبي ربنا، انا مش عايز والله، انا كله للخير، وانت عارف الناس احوج ما تكون دلوقتي، فانا حاجي واللي ايدي هتاخده هاخده. شركه ايجيبت جولد، رئيس مجلس الاداره الحاج مصطفى نصار وكل اعضاء مجلس الاداره في دار حضرتك. أشكرك ودولة مصر. شكرا جزيلا. كل ما تحتاجه مصر احنا في دار حضراتكم كشركة ايجيبت جولد. أشكرك شكرا جزيلا. تحياتي للأستاذ مصطفى نصار رئيس مجلس إدارة وكل العاملين في الشركة، وشكرا جزيلا نيابة عن المرضى والمسؤولين في وزارة الصحة اللي هيستفيدوا كثيرا بهذه الأجهزة. وزميلي عادل دلوقتي في الكنترول هيتواصل مع حضرتك علشان ينسق الميعاد اللي هنيجي نستلم فيه الأجهزة ونسلمها إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة علشان أكبر عدد ممكن من السادة المرضى ياخدوا الخدمة الطبية على أعلى مستوى. شكرا جزيلا مرة أخرى، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم. طيب وتستمر رحلة الخير. رحلة الخير المرة دي عملها أصدقائنا الأعزاء في مؤسسة دنيا جديدة، وانتوا عارفين انا كلمت حضراتكم اكتر من مرة عن هذه المؤسسة، وهي من المؤسسات اللي احنا هنا في قناة النهار متضامنين معاها ومساعدينها بشكل كبير، وايدينا مع ايديهم تقريبا في كل الانشطة اللي هم بيقوموها، لان هم بيعملوا حاجات الحقيقة محترمة جدا، خصوصا لمن يستحق. الناس دي مش مجرد انها بتجمع حاجات وتوزعها هنا وتعمل، لا، دول بيتعبوا، وهذه المرة سافروا الى قرى ومراكز ومدن الصعيد. ابتدوا بمحافظة سوهاج وتحديدا مركز المراغة، ومنها إلى محافظة قنا ونجع حمادي، ثم إلى الأقصر وإسنا، وانتهوا بأسوان. وزعوا عشرة طن سلع غذائية ومواد غذائية ومواد طبية لأهلينا هناك. والحقيقة عملوا حاجة كمان عجبتني جدا جدا جدا، إن هم ما صوروش الناس اللي بتستلم الحاجة. للأسف في ناس كتير في البرامج كده يعني بتجيب الناس وتقعد مش عارف ايه وتصورك وبتاعه كأنه نوع من المن والسلوى. لا، الحقيقة الفكرة ان هم تواصلوا مع الجمعيات اللي موجودة في القرى دي، وراحوا سلموا لها المساعدات الغذائية دي، والجمعيات دي هي اللي تولت التوصيل للناس الأكثر فقرا والأكثر
احتياجا. الكاميرا كانت معاهم مش عشان تصور الناس اللي بتستلم الحاجات، لكن عشان توثيق الرحلة وتوثيق الخير تشجيعا لحضراتكم ولينا علشان نساعد هذه الجمعية انها تستمر وشغلها يكتر وخيرها يزيد. تقرير عن دنيا جديدة ورحلتها، ثم الى الفاصل وبعد كده نرجع نكمل. لما تعيش تحلم بكرة يبقى حقيقة، لما تحس الحب. في اطار المبادرة التي اعلنت عنها الدولة لمساعدة الاسر المتضررة من ذوي الدخل المحدود والعمالة الغير منتظمة بعد انتشار فيروس كورونا، يظهر هنا دور المجتمع المدني. لتقوم جمعية دنيا جديدة بإطلاق حملة لتوزيع مواد غذائية بدأتها بمحافظات الصعيد. احنا النهاردة اول يوم لينا في بداية حملة إغاثة ودعم للعمالة الغير منتظمة، طبعا نتيجة الظروف اللي حصلة والناس كلها اتضرت، ناس كتير قوي اتضرت في الموضوع دوت. يعني فجأة واحد كان بيروح شغله لقى نفسه تاني يوم ما فيش شغل، يعني ان شاء الله هنقدر نساعد على قد ما هنقدر. كنا اتكلمنا من حوالي 15 يوم او 10 ايام بالظبط مع استاذ تامر امين على ان احنا نعمل الحمله دي، والناس شجعونا في النهار الحقيقه ودعمونا فعلا بمجموعه مواد غذائيه كبيره. النهارده احنا معانا تقريبا 10 طن مواد غذائيه. كان من دورنا ان احنا لازم ندعم الناس دي، ما ينفعش ان احنا نبقى واقفين وملناش المؤسسات الخيريه بصفه عامه ما بقاش ليها دور. والحمد لله مش احنا بس، يعني في كذا جمعية تانية دخلوا في الحملة ديت، واحنا نشايف ان نتعاون الجمعيات الخيرية في الحملة دي هتحل أزمة كبيرة جدا للناس دي. ان شاء الله رايحين بكراتين وهنقدر اللي احنا نساعد ألف أسرة، وديت دي بداية، يعني احنا بنبتدي النهاردة ان شاء الله. فطبعا هنروح حتى أسوان وسوهاج والخط السايق كله عامة. أثناء الحملة حرصوا أعضاء الجمعية على عدم وجود تجمعات، وقرروا توزيع المواد الغذائية على مقرات جمعيات خيرية في المحافظات، ومن خلالها يتم توزيعها على الفئة المستهدفة. تعاون مع مؤسسة دنيا جديدة، مش كل الناس تجيبوا من القاهرة عشان يساعدوا البلد. بلدنا احنا بنو شاح المراغة، مركز المراغة محافظة سوهاج، تعتبر من أفقر القرى على مستوى الجمهورية، وندعو الله أنه تستمر معنا في التعاون معنا، وندعو الناس اللي هي عندها امكانيات انها تساعد الناس اللي ظروفها صعبه. كل الاسر الغير قادره النهارده، يعني مؤسسه الدنيا جديده النهارده قدمت لهم خير كتير، بنشكرهم وربنا يبارك فيهم. الايام القادمه هتشهد اكثر تعاون بيننا وبين المؤسسه، واعتقد ان المؤسسه بادرت بسرعه ان هي جات النهارده وبتقدم لينا وشغاله على مستوى الصعيد، واعتقد ان احنا ده دورها وده دور الوقوف مع الدوله المصريه ومع المجتمع المصري ومع المصريين. الحمد لله لبت احتياجاتنا، وان شاء الله ربنا ييسر الحال هنوزع الاحتياجات دي على الناس اللي هي مستحقه، واحنا بنشكر المؤسسه والعاملين عليها. يومين تعب جدا، بس الحمد لله احنا كلنا فرحانين، كل المجموعه اللي موجوده وفريق العمل، كل الناس مبسوطه جدا ان احنا ادينا المهمه بنجاح، حاجه وصلت للناس اللي تستحقها فعلا بعد الابحاث، وخدنا اوراق الناس من كل الجامعات اللي احنا رحناها. الحمله ما زالت مستمره، والوجهه القادمه هي محافظات الوجه البحري والقاهره. احمد غنيم، قناه النهار. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل وبتستمر رحلة الخير. لو تفتكروا حضراتكم من حوالي شهر او شهر وشوية كده، كنت التقيت بضيفي العزيز اللي منورنا النهاردة الدكتور عماد عوض وجمعية البر والتقوى، وكان اول مرة التقيه، واول مرة الحقيقة يمكن لقصور مني كنت اسمع عن جمعية البر والتقوى. لكن انتوا عارفين بقى دأبي انه بعد هذا اللقاء ابتديت ادعبس وذاكر وابحث واعمل سيرش وما الى ذلك، ف اكتشفت انه الحقيقة الناس شغالة باحترام وعاملين شغل محترم جدا. في منه اللي بيوصل لنا وبنعرفه، وفي منه للأسف شغل كتير بيبذل وما بيوصلناش عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي او حتى
الإعلام. عشان كده أنا تشجعت جدا أن يبقى فيه لقاء تاني مع جمعية البر والتقوى عشان نتكلم عن أعمالهم وشغلهم ويعني قوافل الخير اللي بيطلقوها سواء في الأوقات العادية أو في وقت الأزمة اللي مصر كلها بتمر بيها وهي أزمة وباء الكورونا. ربنا يعافينا ويرفع البلاء عما قريب. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. خطوة عزيزة وأنا سعيد إن المرة دي بقينا عشرة وأصدقاء وفي زمالة، فالحوار المرة دي هيبقى على أسس مختلفة. خليني الأول بس أطمن على صحتك وعلى صحة الزملاء كلهم في الجمعية. الحمد لله، وإذن لي إن أنا باسم جمعية البر والطاقة وكامل أطقمها المتبرعين والأعضاء والمتطوعين والمتطوعات إن أنا بوجه رسالة عزاء لأسرة شهيدنا البطل رحمة الله عليه استشهد اليوم من الأمن الوطني، وبقول لكل الدول الراعية للإرهاب ربنا يلعنكم في كل كتاب. والدين لا، والإرهاب لا دين له. ربنا إن شاء الله هيرفع الغمة كلها سواء الوباء أو الإرهاب، والإرهاب كمان غمة وابتلاء إن شاء الله ربنا هيخلصنا منه عما قريب. وكل التحية طبعا لأبطالنا من وزارة الداخلية وقوات مكافحة الإرهاب اللي طول الوقت بيضحوا بأرواحهم عشان يحمونا. قول لي يا دكتور، احنا كلمنا المرة اللي فاتت عن نشاط الجمعية بصفة عامة وكلمنا عن القوافل والرحلات اللي بتعملوها في الصعيد والمحافظات والمدن عشان تساعدوا أهلينا، بس احنا الوضع دلوقتي مختلف. احنا في أزمة وفي زمن في ابتلاء كبير، وناس قلقانة بالخسائر بقى الاقتصادية اللي مع المستوى الشركات والقطاعات وعلى مستوى الأفراد، وهو ده اللي يهمنا أكتر. قولي استعدتوا ازاي وايه خططكم في مواجهة هذه الأزمة؟ هو طبعا بناء على أوامر معالي وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمت بالموضوع وعملت اجتماع بشكل عاجل، وخاصة في لحظة حدوث الطقس السيء كان في اجتماعات على قدم وساق داخل الوزارة مع الجمعيات، خاصة جمعية البر والتقوى. طبعا احنا كل الجمعيات كنا بنستعد لرمضان صحيح وافطار الصايم وكده. لما حرس الطقس السيء وبعدها كورونا اضطرنا ان احنا نخرج كل مخزوننا الخاص برمضان فورا، لان ده وقت قاتل. بدأنا نوزع السلع الغذائية اللي موجودة وخاصة في محافظة الإسماعيلية، في دمياط، في الأليوبية، في القاهرة، في الجيزة، في بني سويف، ونازلين إن شاء الله الأسبوع القادم في محافظة أسيوط ومحافظة قنا، وإن شاء الله بعدها على طول في محافظة أسوان. بسم الله ما شاء الله. مجهود كبير جدا بذلوا أهل الإحسان من خلال جمعية البر والتقوى المصرية. لأول مرة قبل رمضان مباشرة خرج 22,000 شنطة. بسم الله. 22,000 ده كان معظمه من مخزون رمضان. وادي مشاهد اهي واحنا بنعرضها وحضرتك بتتكلم للسنة الغذائية اللي حضراتكم قمتوا بتوزيعها، ودي كمان دي بيوت، دي بيوت حضراتكم ساهمتوا فيه، دي بيوت ناس ساكنه فيه. دي في منطقه في سرابيوم في الاسماعيليه، دي من ضمن طبعا محافظه الاسماعيليه من ضمن المحافظات اللي كلفنا بها من معالي الوزيره. الاماكن دي كان معظمها غرقانه في الطقس السيء. نزلنا ليهم، وطبعا كملت ان معظم اهالي المكان ده كانوا بيشتغلوا باليوميه. فلما حدثت مشكله كورونا ما عادش بقى في يوميه قاعدين، فاضطرينا ان احنا ننزل لهم تاني المره الثانيه بناء على رغبه المحسنين والمحسنين. دي يا دكتور دي بيوت ناس عايشه فيها، اسر عايشه فيها، البيوت اللي بالخوص دي لا حول ولا قوه الا بالله. الغريب احنا شغالين في العمل الخيري من زمان، كنا مركزين جدا من سينا ان في اماكن صعبه جدا هناك، وفي في الصعيد اماكن صعبه طبعا. لما حدث الطقس السيء فوجئنا اكتشفنا المكان ده. يعني احنا بنعترف بتقصيرنا، ولذلك بنادبنا كل شويه في تجول وفي البحث عن اماكن مثيله للدنيا. والحقيقه الحق يقال انا من اكتر الحاجات اللي انا بحب اشيد بيها في جمعيه البر والتقوى هي فكره تحري المحتاجين. انا بنزل بنفسي يا استاذ تامر. يعني انا الفكره بس اللي بتختلف، وطبعا كل اوجه الخير محموده ولا نزكي احدا على الله، لكن انا بحب دايما الخير اللي فيه تعب. يعني في ناس ممكن تطلع الاقرب حد ليها اللي بيطلع صدقاتهم وزكواتهم بيقول لك انا طلعتها وخلاص وربنا يبارك طبعا، لكن انا بحب كمان انه لا، انا ادور على الاكثر احتياجا. لو هطلع لحمه، لو هطلع زيت، لو هطلع فلوس، في حد ربما يكون اكثر احتياجا من اللي جنبي او القريب مني او اللي انا بستسهل اديله. فانا حقيقة مقدر ان حضراتكم بتبحثوا عن الناس الاكثر فقرا والاكثر احتياجا.
هو برضو من تصديق لكلام حضرتك ان من الحاجات الجميله جدا اتعلمناها من الناس الحالات يعني او اسيادنا الفقراء لما بنيجي نروح لحد يقول لك ايه انت اديت لجاري تخيل الناس ديت نايمه على التراب معايا معنى الكلمه مفيش حاجه ابتكار اسمه حمام ويقول لك انت اديت لجاري طب بص جارت اللي هناك دي ارمله يا فندم خليكي في حالك خدي حاجتك عشان نروح للتانيين انت متخيل تعلمنا منهم حاجات جميله يعني جدا الفقر والعوز ومع ذلك بيفكر في جيرانه وزمايله اللي هم دول بقى بتلاقي الفصيل ده او الطائفه دي اللي هم الاشد احتياجا لذلك انا بناشد جميع الجمعيات واهل الاحسان تحرك بس دول والله دول الناس اللي ربنا ذكرهم وقال لك تحسبهم اغنياء من التعفف هم دول ويعني انت عارف احنا بنحط الشنطه غالبا كده تمام وهم يخرجوش الا اذا كان عايز يرشدك لحاله بس على ذلك احنا بنحطه قدام المكان بتاعه او البيت بتاعه او العشه ونمشي طبعا حفاظا عليهم يعني طبعا طبعا بتشاركنا في حته التحري مديريه التضامن الاجتماعي في كل محافظه ده الف به في شغلنا طبعا بعد كده بنبتدي التحرك ويبتدي المشاورات لان ممكن حاجات احنا مش موجودين من المكان ما نعرفهاش المديريه تعرف واحيانا بنلجا لعمده البلد او حد محترم داخل المكان بيرشدنا ان الناس دي فعلا اكثر احتياج معظم الحالات ما بتطلبناش يا استاذ تامر احنا اللي بندور عليه لذلك معظم حالاتنا اكتشفناهم قدرا يعني مش مثلا حد قال لنا منطقة سرابيون ديت كان في حد بيقول لي في منطقة أنا مريت من عليها على طريق الإسماعيلية السويس منطقة دي شكلها فقيرة قوي ما تعمل لهم زيارة من حوالي 4 شهور جت كده لما حصلت السيول ومعالي الوزيرة أكدت أول مكان نزلته كان المكان ده كان غرق احنا كنا جايبين عربية جيب كبيرة وكان معانا ناس من القوات المسلحة تمام عشان نعرف نمشي ونوصل للناس اللي هي في جوه في وسط الجبل وكده فالتحري مهم لان في الاخر انا انسان مؤتمن صحيح انت رميتها في رقبتي احسنت تمام مهمه جدا وانا طمعان ان انا اخد حسنتك دي امانتك مش بعشر حسنات انا عايز 700 لان انا تاجر مع ربنا انا متاجر مع ربنا فانا مش عايز العشر انا عايز 700 تمام وهي الحقيقه الفكره التحري والاجتهاد والوصول الى الاكثر فقرا والاكثر احتياجا دي فكره يعني اتمنى الناس كلها تحذو حذو جمعيات البر والتقوى فيها لانها هتقلل نسب الفقر بشكل كبير يعني في للاسف جمعيات اماكن بعينها كل مره بتنزل لها وكل مره بتساعدها سواء غذائيا او طبيا او مساعدات او كذا فالتنوع هيعمل حاله من حالات انتشار الخير في اماكن كثيره اكثر الاماكن الفقيره والمحتاجه في مصر. خلينا افكر معاك بصوت عالي يا دكتور في نقطه مهمه حضرتك ذكرتها وانا شاكر ان انتوا فكرتوا فيها وفكره العماله اللي ارزاقها تقطعت بسبب الازمه اللي احنا فيها. طبعا مهم ان احنا نبعت لهم مساعدات غذائيه وكراتين سواء في دخله رمضان او حتى من غير رمضان لانه رزقه اللي باليوميه تتوقف. لكن تعالى نفكر مع بعض واحنا على الهواء ايه اللي ممكن كمان نعمله غير الغذاء لانه هو هتبعت له غذاء هيقعد بيه 3 ايام 4 ايام اسبوع لحد ما الشنطه الغذائيه تخلص انا حابب انه ندفر الجهد عشان يتعاظم الاجر يعني ايه اللي ممكن نعمله تاني هل يمكن ان احنا نلم مثلا من بعض وعن طريق التبرع للمؤسسه والجمعيه وان احنا نعمل مثلا في القرى الفقيره مركز او مشغل او ورشه صغيره اللي تقطع الرزق بيشتغلوا فيه يعني مش عارف فكر معايا يا دكتور بص حضرتك احنا مشاركين في مبادره رئاسيه اسمها حياه كريمه تمام المبادره دي محتاجه عماله كتير كويس وديت من انجح المبادرات بصراحه يعني اللي شهدتها مصر وانا بشكر فخامه الرئيس على الفكره اللي كان نفسنا فيها قوي من زمان حلو انت بتدخل تاخد بيوت تبحثها تختار اي بيت تعبان من البيوت مطالب طب تعمل له سقفه تمحره كل دي عماله طبعا تمام طبعا عايز هتفحر هتحفر ترنشات هتبلط السيراميك هتعمل حمام سوبر لوكس هتنقاش على اجود ما يكون ابواب وشبابيك شوف حضرتك انت شغلت كام واحد صحيح طيب لما يبقى عدد القرى 276 قريه في كام بيت بقى احنا اقل بيت ممكن اقل قريه ممكن تقابلك فيها مثلا 100 بيت صح اقل قريه صح تمام؟ احنا بنتكلم في 276 الف كل دي فرص عمل
اتخلقت في الجو اللي موجود دلوقتي. مظبوط. والدوله مهتميه بها جدا. صح. ادي دي بيوت احنا خلصناها. البيوت اللي انتوا اشتغلتوا فيها 115 بيت تم تسليمهم يوم اول امبارح في محافظه قنا. بسم الله ما شاء الله. ومنتظرين لجنه الوزاره ان هي تحضر وتستلم. الدوله مشاركه معانا بنسبه 80%، واهل الاحسان من خلال البر والتقوى المصريه متبرعين او مساهمين معانا ب 20%. اهي العماله اللي احنا بنتكلم عنها. عماله كتير. شكل التشطيب هو حاجه محترمه جدا بصراحة. شوف كل ده ما كانش موجود، تخيل بقى كام واحد عمله. اهو يعني انا عندي في قريه، انا عندي في قريه 130 عامل شغالين. 130 خليه نحل شغاله. قريه 130 واحدة. بيت مفتوحين. شغالين حاليا في 140 بيت في الوادي الجديد في الشيخ مرزوق في الفرافره. بسم الله ما شاء الله. خلاص الوقت شغالين، نجارين بيعملوا السقف قبل كاش عشان يبقى الشكل حلو، والبتوع السيراميك شغالين، المحاره خلصت، السباكين خلصوا، الكهربائيه خلصوا. تمام. شغالين في 257 بيت في محافظه الاقصر، في محافظه اسيوط، وبلغوني النهارده ان هم خلصوا 137 بيت اسقف و80 بيت محاره، وبتوع السيراميك شغالين وراهم بيجروا وراهم. بسم الله ما شاء الله. كل دي عماله طبعا في الوقت اللي احنا فيه ده كفكره ممكن ناس تشتغل فيها. في ناس بتطلب مننا ان احنا نشغلهم في حاجات. طب لا بس ثانيه واحده، عشان دي نقطه مهمه يا دكتور اللي حضرتك بتقوله ده مهم. ارجو معلش انا ارجع لي بالثانيه واحده عشان الفكره اللي احنا بنقولها دي ممكن تعظيم الفايده منها بشكل كبير. المبادره اللي قال عليها الدكتور وهي مبادره حياه كريمه، مبادرة لها علاقة بتطوير وتحسين أحوال القرى الفقيرة اللي البيوت فيها إما مهدمة إما فيهاش بيوت أساسا، وكان الناس عايشين في عشش أو في العراء أو ما إلى ذلك. فده جهد الجمعية في النزول للقرى وترميم وتحديث البيوت. هنا بقى بنستخدم الفكرة اللي أنا كنت بقولها للدكتور عباد، وهي فكرة إن إحنا عايزين العمالة تقطعت، اللي هو الفواعلي والنقاش والسباك والمبلط وال 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 آلاف المؤلفة اللي قعدت في البيت بسبب تقطع فرص العمل والأزمة اللي إحنا فيها، فدول يشتغلوا. معنى كده ان احنا محتاجين حاجتين. الحاجه الاولانيه طبعا اسهامات وتبرعات حضراتكم علشان الفلوس تبقى موجوده، فبالتالي عدد البيوت وعدد القرى تبقى اكتر. رقم اتنين دلوقتي فرصه اهو، العماله اللي قاعده في البيت ممكن تتواصل مع حضراتكم في الجمعيه، وحضراتكم تهدوها الى اماكن الشغل اللي هتتوفر سواء بقى مبلط او سباك او كذا تنظيما. يعني احنا مركزين على ايه؟ كل عماله في محافظتها. احنا في اسيوط دلوقتي عماله اسيوط موجودين، جبنا عدد كبير منهم. ده احنا كنا الاول بنجيب من محافظات مختلفه، فما حصلت ازمه كورونا والعماله قعدت قلنا لا، الاولى اهل المكان طبعا. اهل المحافظة. طبيعي طبيعي. في ناس طلبت مننا تعمل مشاريع فرديه، اللي عايز خضار، اللي عايز يربي فراخ، اللي عايز كده يعني. ما هو ده اللي انا كنت قصدي عليه، انه بخلاف الكراتين والحاجات العينيه الغذائيه، انا عايز حاجه تبقى فيها صفه الديمومه. انها تبقى ست تعملوا لها كشك او تعملوا لها عربيه خضار او مش عارف اسمها ايه بتاعه الفراخ، مزرعه الفراخ مش عارف كده. في مكنه بتفرخ البيض والكلام ده. أيوة. احنا على مستوى المشاريع الفرديه عملنا سلسله كبيره جدا تتخطى مثلا ال 3000 مشروع. بسم الله ما شاء الله. سواء تروسيكل او توك توك حسب حاله الحاجه الناس يعني. من ابسط من اجمل الاشياء اللي عجبتني كان في محافظه المنيا، كان معانا 32 حاله في قريه من الدوم فلوس شهريه. ففي واحد معاق جه قال انا عايز مساعده. قلت له طب بدل ما مديك مساعده ما تفكر في مشروع. قال لي بص انتوا بتصرفوا على كام واحد في البلد؟ قلت له 32 حاله. قال لي طيب انت هتجيب لي توك توك معايا هشتغل عليه انا واحد معاق زيي، واحنا هنصرف على ال 32. يا سلام. بس شفت يا سلام. قلت له طب انا هجرب بس لو ما صرفتش على ال 32. قال لي خد التوك توك وخلي التوك توك باسم الجمعيه. مرت سنه ما عادش حد كلمنا، فنزلنا رحت لقيته شغال، قال لي احنا بندوم شهرياتهم زي ما هو، والحاج فلان والحاج فلان بيشرفوا على الموضوع. واقول لك احنا اشترينا توك توك كمان. لا 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 الفكر العماله دع مشاريع فرديه. في ناس ارامل عمل بقى نعمل له مكشاك ونفرشه. في ناس بقت تقول لنا طب انا عايزه بقره. في ناس بقت تقول اشكال كتيره، وكل واحد يعني احنا بنعمل مشروع الدواجن بنطلب من اللي احنا عاطينه له بنديله اكله اول دوره ونشتري منه الانتاج كله حسب ثمنه في السوق، يبقى كده باع واخد فلوس، ونقول له وزع بقى اللي احنا اشترينا منك على كل الحالات اللي في البلد حسب عددها.
بسم الله ما شاء الله فكره حلوه قوي. هو ده الهدف، لان انا لما اشغل الناس انا معلش مش هقدر اجمع تبرعات كل يوم. مظبوط. وحالات الناس بتتغير وبتختلف. احسن. لكن انا شغلت ده وشغلت ده، مصيره هيشيله مش مصيره هيخلي بالي. صح. وهو ما دام القرش جري في ايده وعرف ازاي يجيبه، انت كده ضمنته ان هو مش هيبقى محتاج تاني. اه الدنيا بتختلف. وهو زي بيقولوا كده يكب على اللي جنبه. اه لذلك انا نفسي بعد اذن حضرتك يا استاذ تامر ان احنا نقول بس رقم تليفون الجمعيه. اولا مقر الجمعيه فين؟ احنا عندنا 18 مقر على مستوى الجمهوريه. بسم الله ما شاء الله. المقر اللي بيدير بيتلقى الاتصالات كلها في حدائق الاهرام عند بوابه احمس 182 جيم. 182 جيم. جيم بوابه حدائق الاهرام احمس. احمس. ممتاز. تمام. رقم الارضي للناس اللي عايزه تنزل معانا تشارك بنفسها. تمام. سواء تتبرع بجهدها او بفلوسها او اي او شيء. تمام. اي شيء او حتى تيجي تشاهد الدنيا عامله ازاي. تمام. اللي هو 02-33-9-12-755. قولوا تاني يا دكتور. 02-33-9-12-755 او 011-257-3-4-2. تاني 011-257-3-4-2 او نفس الرقم بس بدل رقم 3 خليها 4. تمام. تمام. للناس اللي هي سألت كتير وقدروا يوصلوا لي، احنا عايزين نوصل للجماعه بعد الحلقه اللي فاتت، فكان لابد ان احنا نقول النهارده الرقم ده بعد اذن حضرتك. يعني يا فندم على راسي، اي حاجه يترم تؤدي الى وصول الخير لمستحقيه احنا قدامين فيه. ربنا يبارك فيك ويساعدك يا رب. ربنا يعزك. والحقيقه انا حابب كمان حضرتك بتقول انه يعني اللي حابب يتبرع طبعا يتبرع، لكن الاهم اللي حابب يشارك سواء بمجهوده او يجي ويشوف وينقل اللي شافه للناس التانية، لانه الرؤيه كمان بتختلف تخلي الناس تصدق وتقتنع وتتحمس. احنا ميزه شغلنا ان معظم اهل الاحسان بينزلوا معانا. تمام. وحاضرين معانا وهم بيتولوا الحاجه وبينفذوها بنفسهم. سواء من البدء احنا كنا بنجهز 10,000 شنطة هنا في حديقة الأهرام عشان تتوزع على بني سويف والفيوم والإسماعيلية. كان في كتير متطوعين من أهل الإحسان كانوا مشاركين جنب نفسهم فرحانين جدا. ده اللي أنا بقوله، انزلوا يا جماعة شاركوا معانا، شوفوا بنفسكم. لأن أنا مش بقول لك تعالى شارك عشان تتبرع، لا، أنت ممكن تقول لي فكرة كويسة نستثمرها بشكل كويس. صح. احنا يعني في مره لقيت واحده ارمله بتقول لي انا عايزه فرن عشان اعمل اشوي سمك للناس اللي في العمارات اللي هنا. فكره كويسه، مشروع كويس، بحترم قوي اللي عايز يعمل مشروع. صح. فجبت لها الفرن وجبت لها الانبوبه، هي كانت ساكنه دور ارضي. المهم هتحط دي فين؟ قالت لي في البلكونه. فالمهم بعد سنتين كده نسيت بقى الحال خلاص. قالت لي انت مش عايز تزورنا؟ هتشوف حاجات هتفرح بقى قوي. فرحت، قلت جايز وريني، جايز اشوف بصيص امل. فروحت لقيت الدور الارضي مطعم تجهيز وجبات ودليفري موتوسيكلات واقفه. فامال انت سكنت فين؟ قالت انا اشتريت الشقه اللي فوق. كم جد؟ اشتريتي؟ قالت اه. ومين الطفل ده بقى؟ قالت ده ابني، قعدته من المدرسه عشان انا عندي بجيب عماله كتير فيشتغل وياخد فلوس. قلت لها لا بص انت كده زعلتيني، ابنك يرجع المدرسه وبعد المدرسه يشتغل دليفري. صح. ويقبض. صح. قالت انا لقيت الموظفين هي في منطقه شعبيه في مساكن وبعدين جنبها مصالح حكوميه بيعدوا يطلبوا منها طلبات البيت كلها وهي تطبخ لهم جاهزه. Yeah. انت الناس تروح وتوصلها. فعايز اقول يا جماعه فكره المشروع فكره جميله جدا، الجمعيه بتسعى فيها في مشاريع جماعيه. استاذ تامر عملنا مخابز، الجمعيه الوحيده اللي بتمتلك مخبزين الي لبناني عيش مدعم، خبز مدعم. المخبزين دول في عز القلق بتاع اللي كان موجود ايام الثوره والكلام من ده كانوا بيكفلوا 800 اسره صيفا وشتاء. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. دكتور انا بحييك على هذا المجهود وبشكرك، واتمنى يا رب ان شاء الله ان ربنا يرفع هذه الغمه، واتمنى الناس كلها تبقى عندها نوازع الخير ونوايا الخير كل حسب مقدرته. زي ما الدكتور قال
تعالى ان شاء الله حتى ساهم بفكره، ساهم بجهد، ساهم بدعوه، ساهم بفلوس اللي تقدر عليه، لكن في النهايه اوعى توقف الخير عندك، لانه الخير سلسله يجب ان تتواصل عشان ربنا يتقبلها مننا جميعا. اشكرك وبحييك وكل التقدير ليك والزملاء الاعزاء واشقائنا في الجمعيه. الله يبارك فيك وسعادتك ويسعد الساده المشاهدين ان شاء الله. شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم. وبالمناسبه عشان بس يبقى المتابعه الخبريه اكتملت، عايز ابلغ حضراتكم انه السيد النائب العام مستشار حماده الصاوي امر باجراء وفتح تحقيق عاجل في الحادث الارهابي الواقع اليوم بحي الاميريه، وانتقل فريق من نيابه امن الدوله العليا لمعاينه مصرع الحادث الذي اسفر عن مقتل كل الارهابيين، بالاضافه طبعا الى استشهاد ضابط بقطاع الامن الوطني واصابه فردين شرطه من نفس القطاع. رحمة الله على الشهيد، وكل الدعوات بالشفاء للمصابين، وكل الخير والسلامة والعافية لكل المصريين. تصبحوا على ألف خير.